ومن السودان ينضم إلينا مراسل الغد الزميل أحمد العربي. أحمد، قوى الحرية والتغيير إلى التظاهر دعت، فإلى أي مدى الجماهير تفاعلت؟ نعم حسين، هذا التفاعل ربما سيبدأ تدريجيا انطلاقا من اليوم، خاصة بعد بداية المظاهرات على أرض الواقع، طبعا نسبة لانقطاع خدمة الإنترنت واتساع هذه الدعوة ربما وصولها إلى عدد كبير من الناس. لكن مع وصول التظاهرات إلى الشوارع ليل الثلاثاء اليوم ستصل الدعوة ربما إلى أعداد أكثر، وتبدأ بعد ذلك الاستجابة عند الجماهير المختلفة في الشوارع والأحياء لهذه التظاهرات التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين. يعني طيب أحمد، تدريجيا الإنترنت ستبدأ الاستجابة وتدريجيا نعم. نبدأ قراءة الوضع. نعم طيب، هل قطع الإنترنت قبل توجيه هذه الدعوة أم بعدها؟ نعم، الإنترنت تم قطعه مباشرة بعد فض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش. منذ ذلك الوقت وخدمة الإنترنت مقطوعة، وبرر المجلس العسكري هذه الخطوة بأن استخدام الإنترنت في الوقت الحالي هو يعد مهدد أمني لما فيه من أشياء ربما يمكن تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضر بالأمن القومي وتضر أيضا بسير العدالة في القضايا وأيضا في التحقيقات في الاحتجاجات الموجودة في فض ميدان الاعتصام. طيب، في المقابل هل هناك دعوات مناهضة لدعوة قوى الحرية والتغيير إلى التظاهر؟ نعم، يعني ربما يمكن القول أن يقابل هذا هي دعوة الإدارة الأهلية التي تجتمع الآن بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والتي قدمت تفويضا كاملا للمجلس العسكري الانتقالي بتشكيل حكومة وطنية وحكومة كفاءات. هذا التفويض ربما يكون مقابل لخطوات قوى الحرية والتغيير. المجلس العسكري الآن منح تفويضا أهليا من الإدارة الأهلية، والإدارة الأهلية فيها مجموعة من قيادات القبائل السودانية وشيوخ وعمد ونظراء هذه القبائل. طيب أحمد، الدعوات إلى التظاهر والدعوات المناهضة لها، المراقبون لديك كيف يقيمون تأثير ذلك على جهود الوساطة؟ نعم، يعني مجموعة من المراقبين ينظرون إلى هذه التجاذبات بأنها محاولة لوضع سقوفات جديدة وللضغط الطرفين على بعضهم البعض، يحاول رفع السقف التفاوضي القادم ربما في حال نجحت الوساطة الموجودة الآن في إرجاع الطرفين إلى طاولة التفاوض، ربما يعود الطرفان بسقف أعلى، خاصة بعد الخطوات التصعيدية التي يتخذها الطرفان الآن سواء كان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. شكرا جزيلا لك زميل أحمد العربي مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم.